مرحبا بكم في هذه النشرة والتي نستهلها بأبرز عناوينها. بعد عام على تهجيرهم، الهلال الأحمر يؤمن مستلزمات إيواء 90 عائلة في حي غويران بالحسكة. افتتاح مذبح للفروج تابع للمؤسسة العامة لدواجن في المنطقة الصناعية بحمص. عمال الكهرباء في محافظة حماة يواصلون عملهم لإصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي. أهلا بكم. تنظر قوة الاحتلال الأمريكي إلى أن موسكو وطهران نجحتا في تدشين مسار التقارب السوري التركي لتسارع إلى مشهد كبير من أرتال الآليات التي تستخدمها عبر قواعدها غير الشرعية، إلى جانب محاولتها إنشاء كيانات انفصالية، إلى جانب قسد أو دمجها بالميليشيا. حراك أمريكي في مناطق شمالي شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد يقوده ما يسمى ممثل الخارجية الأمريكية في سوريا نيكولاس جرانجر لتنشيط مسار وساطة أمريكية بين الأتراك وقسد والعمل على حل الخلافات دون أي قتال. النشاط الأمريكي آزرته فرنسا عبر ما يسمى ممثل خارجيتها في شمال شرقي سوريا الذي أجرى هو الآخر سلسلة لقاءات مع شخصيات وأحزاب وتيارات مختلفة بغاية استمزاج الآراء لدعم الخطة الأمريكية للحل في المنطقة. والظاهر أن واشنطن توجست من النشاط الروسي ونجاح الجهود الروسية الإيرانية في تدشين مسار التقارب السوري التركي بلقاء وزراء الدفاع في موسكو، فسارعت لإرسال مبعوثيها لتهيئة الأجواء لمسار مضاد للمسار الروسي الإيراني عبر طرح خطة لإنهاء الخلافات بين قسد وأنقرة وإنجاز تقارب بينهما بدلا من مسار التقارب مع دمشق. ولا توحي المؤشرات في نجاح الجهود الأمريكية في ظل رفض الأتراك هذا المسار ووجود ألغام كبيرة أمامه وحالة العداء التاريخية بين القيادة التركية وحزب العمال الكردستاني الذي تتهم قسد أنها فرع له في سوريا. لا تثمر كل الجهود الأمريكية في تعطيل مسار التقارب السوري التركي فيما تبقى جدية أنقرة واستعدادها لتحويل الأقوال إلى أفعال وتقديم ضمانات كاملة على إنهاء احتلالها للأراضي السورية هو الخط الوحيد القادر على وضع قطار المصالحة على السكة الصحيحة والمضي به نحو إنهاء القطيعة بين البلدين بعد سنوات من العداء التركي غير المبرر لسوريا والسوريين. أيهم مرعي لقناة سما مدينة الحسكة. أصيب 6 مواطنين جراء تفجير إرهابي بمفخخة يقودها انتحاري قرب جسر الضاحية غرب مدينة درعا. وذكر مصدر طبي في مستشفى درعا الوطني أنه وصل المشفى مصابا بجروح خفيفة ومتوسطة، فيما نقلت فرق الهلال الأحمر العربي السوري 4 مصابين جراء الانفجار إلى مستشفى الرحمة التخصصي. تم وصول حالتين انفجار سيارة على جسر الضاحية، تم إجراء الإسعافات الأولية، طلب تحاليل، والحالتين أمورها مستقرة إن شاء الله والأمور بخير إن شاء الله، يعني ما في شيء مهدد للحياة. في 3 حالات تم نقلهم إلى المشافي الخاصة. مروح من الشغل أنا بالضاحية، وقف لي ترك مي على الطريق، صرنا طالعين بالترك، مشينا بالترك فوق الجسر، صار الانفجار، ما وعينا شو اللي صار. شوفير الترك ظل مكمل بالترك مشي إلى وصلنا لعند نوع حاجز الجيش، والجيش عاد عماتور أسحفوني على المشفى، ما حسيت غير حالي من المشفى. وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة مستلزمات إيواء على عدد من العائلات في حي غويران والتي اضطرت لترك منازلها نتيجة قصف قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد للحي منذ نحو عام.
فرع الهلال الأحمر بيّن أنه في إطار تنفيذ مشروع حقائب الإيواء وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء، أكمل المتطوعون تركيب 90 حقيبة إيواء تتضمن كل منها أبوابا ونوافذ خشبية لعائلات المتضررين والعائدين لمنازلهم، وذلك بدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذا وكان أهالي حي غويران نزحوا خلال كانون الثاني من العام الماضي إلى مراكز الإيواء المؤقت والمناطق الآمنة نتيجة قصف أمريكي طال البنى التحتية والمقرات والمباني الجامعية ومنازل الأهالي بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية بحي غويران. وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على ملحق العقد المبرم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والشركة العامة للطرق والجسور فرع حما لاستكمال تنفيذ مشروع أوتوستراد حما السلمية المرحلة الأولى. هذا وكانت رئاسة مجلس الوزراء وافقت على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة إدلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع حما لإعادة تأهيل محطة مياه بسيدة لتأمين مياه الشرب لمدينة معرة النعمان بكلفة بلغت 500 مليون ليرة سورية. وبالتزامن مع استمرار عجلة إعادة الإعمار في حمص، تم افتتاح مذبح الفروج النصف آلي في المنطقة الصناعية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 فروج يوميا، وذلك بعد إعادة تأهيله من التخريب الذي تعرض له نتيجة الأعمال الإرهابية. مع استمرار إعادة إعمار المصانع والمعامل والمنشآت الصناعية التي دمرت نتيجة الإرهاب، افتتح وزير الزراعة مذبح الفروج في المنطقة الصناعية بحمص التابع لمنشأة الدواجن. المذبح كان يعمل بطاقة إنتاجية عالية قبل الأزمة، وقد كلفت إعادة إعماره 500 مليون ليرة سورية. افتتحنا المسلخ النصف آلي التابع للمؤسسة العامة للدواجن في محافظة حمص في المنطقة الصناعية. هذا المسلخ الذي كان يعمل بطاقة إنتاجية عالية خلال فترة ما قبل الحرب تأثر، تضرر كما تضررت المنشآت القطاع العام الأخرى من قبل الإرهابيين، لكن بالعزيمة التي أصرت عليها الحكومة لإعادة كافة المنشآت المتضررة إلى العمل، عاد هذا المسلخ إلى العمل ويعمل حاليا. افتتحناه اليوم، سيبدأ باستقبال الطيور لذبحها وتجهيزها وصعقها وتخزينها لفترة طويلة، بحيث أنه يكون أحد المنشآت التي تساهم في ضبط السوق بسحب كميات خلال فترة ذروة الإنتاج ووجود فائض وتخزينه لفترات أخرى لإعادة عرضه بالأسواق. المسلخ سيلعب دور هام بضبط السوق، حيث سيبدأ باستقبال الطيور وتخزينها لفترة طويلة، بالإضافة لسحب كميات الإنتاج وذروة الفائض وتخزينه لإعادة عرضه. هذا المذبح تعرض للأعمال التخريبية والسرقة من قبل العصابات الإرهابية بسبب قربه من المناطق الساخنة، ودام التوقف تبعه حوالي 10 سنوات. في عام 2022 أعدنا تأهيل هذا المذبح بكلفة إجمالية 500 مليون ليرة سوري. المذبح يحتوي على صالة لذبح الفروج وتنظيفه وتوضيبه، بطاقة ذبح 5000 فروج في اليوم كي تتناسب مع غرفة الصعق والتبريد، كما يحتوي على غرفة صعق بدرجة حرارة صعق ناقص 30 درجة مئوية بطاقة 3 طن كل 8 ساعات، وغرفة لحفظ الفروج بدرجة حرارة ناقص 18 سعتها 50 طن لحم. رغم معاناة مربي الدواجن من نقص المواد الأساسية والمحروقات، إلا أنهم ما زالوا يعملون في ظل تدخل وزارة الزراعة وتقديم ما تستطيع للمربين. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص. أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا بتعديل قائمة المواد المرفقة بالقرار 1070 لعام 2021، تم السماح بموجبه لمستوردي فئة من المواد الأولية اللازم للصناعات باستخدام مصدر التمويل المناسب بالقطع الأجنبي، إما من خلال شركات الصرافة أو من حساباتهم في الخارج أو من مصادرهم الذاتية المشروعة.
وأشار المركزي إلى أن تعديل القرار المذكور يأتي انسجاما مع التوجهات الحكومية لدعم العمليات الإنتاجية وتماشيا مع اقتراحات اتحاد غرف الصناعة لتشجيع الصناعيين على استخدام مدخراتهم لزيادة الطاقة الإنتاجية في منشآتهم. وتتضمن القائمة المعدلة وفقا للقرار الخميرة والعدس وغير ذلك. تواصل آليات وعناصر منطقة سلحب والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاز فتح طريق عام نهر البارد بيت يشوط بعد أن أغلقته الثلوج في أقصى الشمال الغربي لمحافظة حما. أضرار كبيرة تسببت بها العاصفة المطرية والثلجية التي شهدتها البلاد وأدت إلى قطع العديد من الطرق والمحاور الرئيسية في عدد من المحافظات، وخاصة في محافظة حما كان أهمها محور أوتوستراد نهر البارد بيت ياشوط الحيوي. كافة عناصر منطقة سلحب متواجدين على الاستراد الدولي أثناء حدوث العواصف الثلجية والمنخفضات. الحمد لله كانت كمية التساقط جيدة، ما كان عندنا أي حوادث أضرار مادية أو جسدية. عناصرنا مستنفرين عم يقوموا برش مادة الملح على الأكواع. آليات هيئة تطوير الغاب عم تقوم بكسح الطريق وإزالة الثلوج، وعند حدوث الانزلاقات مساعدة كافة السيارات الموجودة على الاستراد. الحمد لله الوضع حاليا جيد. آلياتنا مستنفرة من الصباح الباكر لفتح طريق نهر البارد بيت ياشوط. هذا الطريق هو طريق بيوصل بين الداخل والساحل. فتحنا الطريق من الصباح، قامت الآليات فتح الطريق وتسليك الطريق وإزالة جميع العوائق على الطريق. آليات وعناصر منطقة سلحب وعمال الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تواصل جهودها لفتح جميع الطرق، حيث تم تسليك طريق عام نهر البارد بيت ياشوط الذي أغلقته الثلوج المتراكمة خلال العاصفة التي طرأت على المنطقة خلال الأيام الماضية. نحن جاهزين على مدار اليوم بشكل كامل وجاهزين لأي طارئ عند حدوثه لفتح الطريق وتسليكه أمام الأخوة المواطنين، ونتمنى من الأخوة المواطنين الاتصال على الأرقام اللي حطيتها الجهات المختصة من أجل التواصل معنا أو مع أي جهة من أجل تسليك الطريق أمام الأخوة المواطنين أو أي حدث طارئ ممكن يحصل معه. في الصباح الباكر جانا خبر أنه الطريق مقطوع والآليات على القناة، فتوجهنا مباشرة إلى مكان العمل وسلكنا الطريق ويسرنا أمور الأخوة المواطنين. قمنا بفتح طريق بيت ياشوط نهر البارد ووزلنا كل السيارات اللي كانت عالقة ومجنحة برا الطريق، ونحن جاهزين على مدى المنخفض تنكون جاهزين على 24 ساعة. الجهات المعنية تتابع عملها في فتح الطرق الأخرى في المحافظة، حيث انتشرت الآليات على المحاور كافة بغية تأمين المواطنين المارين وتأمين حركة السير على هذه الطرق خلال العاصفة الثلجية الحالية. رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها عمال مراكز الطوارئ في حماة، إلا أنهم يواصلون عملهم لإصلاح الأعطال كافة لإعادة التيار الكهربائي. يعمل أحمد ورفاقه يوميا ساعات طويلة لإصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين بمحافظة حماة في ظروف صعبة تعاني منها جميع الورشات والعمال من نقص التجهيزات وقطع التبديل نتيجة الحصار الاقتصادي وظروف الحرب. عم نطلع على تصليح الأعطال، ظروفنا طبيعية، ظروفنا صعبة بالنسبة للإمكانيات اللي موجودة عندنا. في عندنا قلة آليات، في عندنا قلة موارد. عم نطلع نحن حوالي حماة عريب، مطارات، نقط جيش كذا، كلياتها عم نخدمها، ونحن بنطلب من المواطنين بس هيك يتروا علينا لانه الامكانيات تبعيتنا قليله عم نشتغل فيها. عم نعاني بهالظروف الصعبه كثير من ناحيه التصليح الكهرباء واستمراريه الكهرباء، يعني نتيجه الحصار الجائر علينا، قله المحروقات، قله الاليات، هي كلها ضغوط عم تؤدي علينا ضغط كبير. بالنسبه للعمل، عمل شاق فعلا هلا بشغل بسبب التقنين، الكهرباء، الحمولات الزائده. بالنسبة للحمولات الزائدة بتعلى بالخزانات أو بتعلى بالشبكات التوتر، بصير عليها ضغط زيادة ما يؤدي إلى أعطال أكثر، وهذا العمل بيتطلب نحن منا كعمال أو رؤساء أقسام نقوم بعملنا بشكل أكبر، بشكل واجب أكبر. بالنسبة لحجم الأعطال، حجم الأعطال كبيرة جدا، لكن بإذن الله إحنا قدر المستطاع عم نحاول نرجع الكهرباء لأكبر مشتركين كان، ورغم الإمكانيات المتاحة علينا بإذن الله، وإن شاء الله بنقعد نحن بنقعد جميع المشتركين في محافظة نحو الأفضل بإذن الله. تقديرا لجهودهم،
كرم عدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حماة عمال مركز الطوارئ بالمدينة في مركز الشركة، ضمن لقاء طرح خلاله العمال مشاكلهم ومطالبهم. الهدف من التكريم بالبداية هو واجب مساعدتهم ووضع الضوء على العامل اللي عماله يكون موجود بهالظروف الصعبة تحت المطر بهالبرد القارس، عماله يلبي حاجة المواطن وعماله يأمن له الكهرباء وعماله يأمن إصلاح الشبكة اللي عم يصير تعدي كتير عليها. مشاريع وأعمال تنفذها شركة الكهرباء لتحسين واقع الشبكة وتخفيف الضغط على مراكز التحويل والمحطات، مما انعكس إيجاباً على قلة الأعطال وسرعة إصلاحها، بالإضافة لزيادة عدد محطات الطاقة البديلة خلال الصيف القادم في المحافظة. حلينا كافة الاختناقات على التوتر 20 كيلو فولت بحدود 90% منها في محافظة حماة، وبالتالي كنا أقدر على التأمين فترة الوصل الكاملة للمواطنين. لدينا حاليا في محافظة حماة 5 محطات بالطاقة البديلة تم ربطها على الشبكة باستطاعة 5 ميجاوات، ولدينا حاليا 5 محطات أخرى قيد الترخيص. نعتمد على توزيع الكميات الكهرباء حسب كمية التوليد اللي عم تجينا من دمشق من الشام من الوزارة. هذه الكمية يتم توزيعها بعدل على كافة الخطوط، لكن أحيانا تزداد الكمية بفترة 24 ساعة وأحيانا تنقص. ساعات التقنين تعود لكميات الكهرباء المخصصة للمحافظة، والمعنيون يؤكدون العدالة في المناطق كافة، مؤكدين تحسن الواقع خلال الأشهر القادمة. وصل إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الصناعي والحرفي المرخص في محافظة ريف دمشق خلال العام 2022 إلى 875 مشروعا برأس مال يقارب 260 مليار ليرة سورية. أما عن عدد المشاريع الصناعية والحرفية المنفذة خلال العام نفسه فقد وصل إلى حوالي 400 مشروع بحسب تقرير مديرية صناعة ريف دمشق، الذي خلص إلى جملة من المقترحات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسلة إجراءات تتمثل بالسرعة في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية وتأمين كل متطلبات إعادة إقلاع المنشآت بسهولة. يستكمل فرع السورية للتجارة في اللاذقية استجرار جميع أنواع الحمضيات القشريات والبرتقال والحامض من المزارعين مباشرة، وذلك في إطار الدعم المقدم من الحكومة لهم. ويوفر فرع المؤسسة النقل المجانية للمحصول من أرض المزارع وصولا إلى مركز الفرز والتوضيب مع تقديم العبوات مجانا. هذا وبلغت الكميات المستجرة من المزارعين حتى تاريخه 908 طنا من مختلف الأصناف، حيث تم تسويقها إلى فروع المؤسسة في المحافظات. أنجزت مديرية نقل حمص نحو 15,000 معاملة خلال الشهر الماضي، منها ما يقارب 5,100 معاملة عن باقي المحافظات، فيما بلغ إجمالي الرسوم نحو 493 مليون ليرة سورية. هذا ويشار إلى أن عدد المركبات المسجلة يتجاوز 200,000، فيما بلغ عدد المعاملات التسجيل الحديث 278 معاملة. ويذكر أن مديرية النقل في محافظة حمص هي أحد القطاعات الخدمية الحيوية الهامة، ترتبط بوزارة النقل ويتبع لها دائرتين فرعيتين هما نقل تلكلخ ونقل المخرم. قامت مؤسسة مياه درطوس وبالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء في المحافظة بمد خط ساخن معفى من التقنين الكهربائي لعدد من مشاريع المياه لتأمين عملها بشكل دائم تلبية لاحتياجات الأحياء المستفيدة منها بمياه الشرب. هذا وتم خلال الشهر الحالي ربط مشروعي بئر مياه الرادار ورأس الشغري بخط توتر معفى من التقنين، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 250 مليون ليرة سورية، وهو جزء من مجموعة مشاريع يتم العمل عليها. بهذا نكون وصلنا إلى ختام نشرتنا، في أمان الله.